بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. إذا عرفنا أن القرآن هو الوحيد كتاب الإرشاد للإنس والجان حتى يكثر عدد المؤمنين بالرحمن والموحدين له وغير المشركين به، ما يؤمنوش بالأصنام، هم يؤمنون بالرحمن ويقف إيمانهم هنا، وإيمانهم يتمظهر في عدة مناسبات، صلاة، نفقة في سبيل الله، خوف من الرحمن خوفا حقيقيا مش قوليا، وطمأنينة لما يقترفون من ذنوب الله. يعني إذا كان الحاجة دي حرام حرام لا نقربها، لا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، لا نقربوش. قالوا نظرة الأولى والثانية، النظرة الأولى ما حسبك شربي عليها، والثانية بعد اللي بعدها حتى تتفقوا على المعصية، أنت والعار اللي عجبت بها وعملت كل ما في وسعك بتعجب بك وتطمئن إلى عطاءاتك اللي جاية من الحرام، المال اللي أنت متوفر بين يديك ماشي في الزنا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. هذا مضمون حديث نبوي شريف. نعود إن شاء الله. إذا رمكم شمال you